أسألك كنت فين؟ لا الغريبة تركتك. حبيبي كنت فين؟ أيوة كده. تليفونك كان مقفول طول النهار وبعتلك رسائل كتير أوي ما شفتهاش. كنت في الشغل قفلت التليفون عشان ما حدش يضايقني وأنا قاعد مع العميل. فين؟ في المصنع؟ سألت عليك وقالوا لي إن أنت ما رحتش. أنت بتدوري ورايا؟ ولنفترض يا سيدي بدور وراك. ايه مش من حقي؟ لا من حقك. اللي بتعمليه ده نفس اللي كانت تعمله امك مع ابوك عشان كده بص لبره. اشرف مالكش دعوه ببابا وماما دلوقتي. الموضوع بسيط جدا وكان زمانه انتهى. بس لو سيادتك كنت جاوبت عليا. جاوبت وقلت لك في الشغل قعدها، في الشغل قعدها، في الشغل. لا ده مش جواب يا اشرف. الشغل ده كان ايه؟ العميل اسمه ايه؟ وده وقته؟ وقته. ولو مش حابب تجاوب براحتك، بكره الصبح هبقى في المصنع وهسألك بشكل رسمي. مش فاهم، ايه يعني؟ يعني انا ما بسألكش دلوقتي بصفتي مراتك، انا بسألك دلوقتي بصفتي صاحبة المصنع. صاحبة المصنع ايه؟ انا جوزك يا ليلى، والمصنع دي مش هعتبه تاني، فاهمي؟ انا راجل هنا صاحبة المصنع كده. وانا مش فاهمة يا اشرف. احسن ما تفهميش. طيب ماشي. انت كنت تعرف الكلام ده وبابا كان قايل لك على كل حاجة صح؟ ما قاليش اي حاجة. انت عنده الدنيا دي كلها. اسمعيني، هشام اخوكي ده خلاص راحت مني، ماشي ورا بنت اللي البنت اللي انت فجأة لقيتها قدامك بعد ما ضحكت عليها وكنت فاكر ان انت مش هتشوفها تاني، زي ما انت بتضحك عليا دلوقتي وعايز تضحك علينا كلنا ولسه بتضحك عليها وبتهددها هي وصاحبتها والجرح اللي في دماغها ده يشهد على كده. مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي شافهم هم خارجين من عندك يا اشرف بيه. اللي شافهم هم خارجين؟ ما شافهمش وهم داخلين. ولا كانوا عايزين ايه؟ عشان نقفل موضوع نانسي ده نقفله. انت عارفه انها كانت هتتقتل وانا اللي حميتها. لازم تسيب الشغل تمشيها اخوكي كيف لهطل، فاهمه ولا لا؟ المصيبه اللي انت فيها دلوقتي اهم من نانسي ومنانسي. العيله دي انتوا عاملين كيف قبر اليهودي، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. سيبيني اروح اشوف المصيبه اللي احنا فيها. انت كذاب. اوعي تقولي كذاب تاني، فاهمه ولا لا؟ احنا رجاله، عمره ما ستي قالت الراجل انت كذاب. ترزعيني، ترزعيني.